في استضافة جامعة الكفيل لتنظيم ورشة عن توظيف الذكاء الصناعي في المحيطات. اليوم ورشة هي مخصصة للجيل ألفا، الجيل الولد والتكنولوجي للأعمار من 10 إلى 18 سنة. ليش التكنولوجي؟ إن إحنا نريد نستثمر أوقات الصغار في مجال التكنولوجي وتعليم مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي. هاي المهارات راح تخدمهم بالمستقبل للوظائف المستقبلية. اليوم الشهادة الجامعية غير كافية للوظائف المستقبلية، احنا دا نعمل حتى نمكنهم في هذه المهارات، بالإضافة احنا دا نعطيهم أساسيات البرمجة، أساسيات الروبوتكس، حتى هم يكملون مشوارهم في هذا المجال. وضحت اليوم للأطفال كيفية فهم المبادئ الأساسية والأجزاء الأساسية للروبوتات، وقدرت أراويهم شلون نقدر نتعامل ويا الحساسات والماطورات، ونقدر نبني بهن مشاريع كلش كبيرة ممكن تتوظف بعدة مجالات بالحياة، تساعد الإنسان على تقليل مثلا الضغط اللي يصير عليه بالشغل، مثلا توظيف الروبوتات في المصانع حتى نقدر نختصر على الإنسان الوظائف ومساعدته على وتطوير المستقبل حتى يكون مستقبل زاهر إن شاء الله وتكنولوجيا. اليوم تعلمت من أستاذ علي الزبيدي على الروبوت. أول شيء لازم ندربه، ثاني شيء ندخل البيانات، ثالث شيء أي نفذ اللي علمناه إياه، هاي تفيدني بالمستقبل. بس أنا مثلا أريد أصير دكتورة أطفال، مو بس أدرس عن الطب، لا لازم هم أدرس عن التكنولوجيا. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.